حسب الخطة الوزارية اليوم تقييم المديرية العامة لمحافظة بصرة قسم النشاط المدرسي معرضها لليوم الثالث على التوالي. شاركت في هذا المهرجان أكثر من 75 مدرسة ابتدائية. اليوم أبرزوا طلابنا الأطفال من البنات والبنين إبداعاتهم الفنية من خلال اللمسات الفنية الرسومات والأعمال اليدوية المبدعة. اليوم نشجع هكذا نشاطات صفية في جميع مدارسنا، وأيضا كتبنا كتاب إعمام إلى جميع إدارات مدارس بالاهتمام بمادة التربية الفنية، وهذه طبعا اهتمام معالي وزير التربية الذي أكد عليها في أكثر اجتماع. ووجهنا أيضا نشاط التربوي النشاط المدرسي في إعمام هذه السنة الثالثة والرابعة على التوالي، هنالك إعمام إلى إدارات مدارس كافة. الحقيقة اليوم يتجمع إبداع أنامل براعم البصرة وأطفال وتلاميذ مدارس البصرة القطاع المركزي. هذا المعرض حقيقة يجسد أهمية درس التربية الفنية في مدارس البصرة، لأن هذا الدرس هو من الممكن أن يعبر التلميذ أو الطفل ما في داخله من خلال الورقة والقلم والألوان. فنلاحظ اليوم في هذا المعرض اللوحات، سواء كانت لوحات رسم أو أعمال يدوية من المواد الخام بالبيئة، اللي تعودهم وتعلمهم على كيفية العمل الجماعي، محبة العمل الجماعي، تنمية الفكر والمهارة لديهم. أكيد تنفيذ الخطة الوزارية للمديرية العامة للنشاط الرياضي والمدرسي، أقامت المديرية العامة لتربية محافظة البصرة قسم النشاط الرياضي والمدرسي معرضها الثالث، هذا المعرض الثالث لقطاع المركز، وأكيد هي مشاركات مدارسنا الابتدائية، وكان السابق مشاركات المدارس ورياض الأطفال. اليوم شاركت أكثر من 60 مدرسة من ضمن برنامج معد سابقا، أكيد مواهب التلاميذ ودلالة على الاهتمام بدرس التربية الفنية. هذا الدرس اللي يتأكد عليه وزارة التربية الاهتمام به، وكذلك الأنشطة اللاصفية من ضمن الخطة الوزارية. هناك أقسام خارجية تعد للمعارض السنوية، وأكيد هذه المعارض السنوية هي من ضمن الخطة الوزارية المعمول بها من قبل قسم النشاط الرياضي والمدرسي في المديرية العامة لتربية محافظة البصرة. راح أرسم ألوان، يعني مكان كله ألوان وخضراء، وهذا لا يعني لا. إحنا نشوف إبداعات كبيرة بالنسبة ومواهب قاعد تظهر للطلاب، مع العلم هم يعني أعمارهم صغيرة بس هم مواهب كلش كبيرة. وعندنا بعض اللوحات يخلوها في إطار وبعدين يقيموها مثل يودوها إلى بغداد تصير معارض.